لا 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 مش من حقك مش من حقك مش من حقك ابدا ابدا مش من حقك مش من حقك تحطوا لي كلب شاب ما بدي احط لحظه انت على اي اساس انت عم تقول اطلب اطلب الهويه تبع الشباب الشباب عم يشتغلوا معنا الشباب موظفين لهم عنا 10 سنين انا هيدا مش من حقك انا ارضي هيدي تعال خدني منهم مش من حقك هيدي ارضي انا تبعك هم نزيع انت فاهم نزيع عم يطلبوا ورق مش يشحطوا بده يشحطهم على المخفر للشباب اللي عم يشتغلوا معنا صار لهم هي صار في تضارب لا مش من حقك مش من حقك مش من حقك اوكي ما خلص معكم 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 اوكي حبيبي لحظه شوي ما غلط ما غلط ميشيل صوت عمل ما لحظه شوي عم اوعى شو انت ايش عم تدفش انت بي بي لا 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 لحظه شوي لحظه شوي انا كتفي مكسوره حملك المسؤوليه كتف كسر كسر كتفه كسر كتفه شوي سك شوي عم تسمعوا اللي عم يصير اخذوا بي كلبش وكسر كتفه من الانفجار هيهم لموه قوت الشعب قوت المسخين ليكو عم يطلبوا من الشغيله اللي بيشتغلوا معنا عم يطلبوا بهوياتهم بده ياخذونا على الحبس ليكو هي بي كلبش ليكو ليكو وينك يا ملحم خلف وينك يا ملحم خلف وينك ليكو اخذوا بي كسر كتفه بي من الانفجار واخذوه هلا على المخفر هيدا النقيب هيدا النقيب كيف بي عم يقول له ليش بدك تاخذ احكي معي هو عم يحكي مع الموظفين قال له احكي معي شو بدك